طبعا الشاعر الكبير امير طعيمه منورنا النهارده على شاشه نايل دراما. نورك، ربنا يخليك. ميرسي. امير طعيمه دايما مختلف في كل حاجه، في الاغاني اللي بتكتبها، في اغاني سواء في البومات لمطربين او لتترات مسلسلات. ايه الموضوع وايه الاختلاف ده؟ حتى لما بتكتب اعلان بيبقى قصيده. لا ما فيش والله، هو انا بحب اللي بعمله، بحاول من اول ما ابتديت بحاول دايما يبقى ليا شكل مختلف عن زمايلي، ما بشغلش بالي ابقى احسن وفلان احسن، بحب يبقى ليا العالم بتاعي، يعني ليا شكل معين. الحمد لله بمرور السنين بقى في ناس كتيره ممكن تعرف الاغاني بتاعتي من غير ما تشوف الاسم، وده كان تارجت ليا من وانا صغير يعني. فبحاول ابقى مختلف، بحاول ابص ده، انا في حياتي بحب اشوف دايما اي موضوع من زاويه خاصه بيا يعني، فده مأثر على اغاني شويه، فممكن يكون ده نافعني يعني. اكيد مخلي امير طعيمه مختلف. الحمد لله. التكريم النهارده احسن شاعر غنائي في 2019 والتكريم من الوطن العربي. الحمد لله. فكره ان صيت فنانيننا المصريين واصل في الوطن العربي بشكل كبير جدا، والاستفتاء جاي من خلال العرب، برضو شعورك بيه ايه وبيختلف ايه لما بيكون الاستفتاء من مصر؟ بصي، وانا عروبي شويه فما بفرقش قوي يعني، بعتبر الوطن العربي، حتى بنقول الوطن العربي طبعا، بس لو خدناها من باب ان هو شريحه اكبر من عدد دول اكبر، زي ما انت بتقولي ممكن يبقى بعض الدول اللي كانت مختلفه شويه فيبقى بيميل للكنه بتاعته اكتر، فطبعا اكيد ده بيدي قيمه مضافه للجائزه انك واصله لعدد كبير زي ده، من ضمنهم الجمهور المصري عامل اساسي، واكيد هو عامل اساسي في التصويت اللي بيخلينا نقدر ناخد عدد اصوات كبيره، عشان احنا ما شاء الله عددنا كبير، واكيد اي جايزه في سنه بتبقي تعبتي فيها يعني اكيد بتفرح يعني، ما حدش يقدر ينكر انها بتفرح. اكيد نجم العرب مسؤوليه كبيره يعني، غير ما نقول النجم المصري، فكره نجم العرب. بصي، انا بخلص السنه انا يوم 1 يناير ده ببتدي كاني ما كل اللي عملته في حياتي ما عملتوش، فانا المسؤوليه موجوده عليا على طول، ان انا دايما هتبان يعني كليشيه شويه بس دي حقيقه الناس عارفاها، انا ما بفكرش في اللي عملته عموما، ولا باللي كسبته ولا باللي حققته ولا بالجوائز اللي خدتها ولا بالاغاني اللي عملتها، فبحاول دايما على طول ببتدي كل سنه، ما اعرفش ليه سنه يعني، مش مثلا كل ست، انا كل سنه لما بتبتدي خلاص اللي قبل كده ما وابدا من اول وجديد خالص، ببتدي من الاول وجديد خالص بنفس الاهتمام بنفس الشغف بنفس التوتر، ان اعمل حاجه تعجب الناس، مش اللي هو خلاص انت بقى معاك اسم وقشطه والدنيا هتمشي، لا ما بتعملش مع حاجه كده. طيب سؤال اخير، احيانا كتيره جدا بنشوف ان الاغاني بيطلع فيها موضه، الاغاني اللي فيها الافيهات اللي فيها شويه الكلام الغريب دايما، امير طعيمه انا بحس ان انت عامل موضه لنفسك، متعمد ده؟ واحيانا مش ممكن تحس ان يعني السوق دلوقتي مثلا عايز الاغاني اللي بالنوعيه دي كده، مش ممكن الاغراء ياخدك في اتجاه معين؟ لا، في حدود يعني، ان ما ينفعش الواحد ينفصل عن المجتمع اللي عايش فيه، لازم يبقى عارف الناس ذوقها بيتطور ازاي، الجيل اللي طالع ده حابب يسمع ايه، وبرده في خطوط حمراء يعني، مش ان هي اللي عدى عليا، انا اول اغنيه نزلت لي 97، عدى عليا مضات كتيره جدا ما كنتش بحبها وراحت، واحنا اللي احنا بنقدمه مستمع. بنطوره، بس هي هو الخط الاحمر انك تبقي بتعملي حاجه تحترم الناس وتحترمي نفسك. انت نورتني، والف مبروك على التكريم. ميرسي.